بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني قد اكتفيت بعلمك عن المقال وبكرمك عن السؤال، أنت ثقتي ورجائي وعليك معولي، افعل بي ما تشاء. اللهم أتيتك زائرا متعرضا لمعروفك، فأتني من معروفك معروفا تغنيني به عن معروف من سواك، يا معروفا بالمعروف. اللهم عافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي إذا توفيتني، بمنك يا أرحم الراحمين.